خمس جولات مكوكية لرئيس الجمهورية برهم صالح لدول مجاورة وأخرى إقليمية أثمرت بشكل كبير بإيصال رسالة مفادها أن العراق مع الجميع ويرفض الدخول بصراعات المحاور، فضلا عن النائب نفسه عن أي تدخل بشؤون الدول الأخرى. الطابع الاقتصادي غلب على معظم النقاشات التي جرت بين رئيس الجمهورية مع رؤساء الدول الخمس وكبار المسؤولين فيها. أولى جولات صالح كانت من الكويت، الدولة المتماسة مع البصرة، المدينة الطافية فوق بحر من النفط. استطاع خلال لقائه قادتها إذابة الجريد بشأن العلاقات الثنائية، فضلاً عن استحصال دعمها بإعادة الإعمار. ختم صالح جولته في الكويت، واتجه إلى دولة الإمارات، ومن بعدها المملكة الهاشمية الأردنية، وبحث في عمان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فتح آفاق أكبر للتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، من ضمنها إنشاء مدينة صناعية حرة عند المنفذ الحدودي في طريبيل، ومشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني. رئيس الجمهورية اتجه بعدها إلى إيران، حيث بحث هناك ملفي المياه والحدود، مشددا من طهران على أن دور العراق في المنطقة هو تلاقي الشعوب وليس ساحة للصراع، فيما لم يتطرق للعقوبات الأمريكية على إيران، لينهي بذلك زيارته فيها ويتجه صوب السعودية ويبحث الملفات المشتركة بين البلدين. وبراء الجهود الحثيثة التي تبذلها الرئاسات الثلاث، يرى مراقبون أن جولات رئيس الجمهورية ستفتح آفاقا جديدة من العلاقات مع كافة الدول، وترأب الصدع الذي أصاب العراق في الفترات الماضية.